والله انا هقول لحضرتك حاجه, اللي بيحدث في العراق لازم اللي ينظر اليه ينظر اليه بصوره متكامله, ما يجيش فيها على طرف على حساب طرف اخر. بالتاكيد في ثوابت, من الثوابت ان الكل بيرفض الارهاب, مفيش كلام في ده, انما المالكي شخصيه فاشله ادارت الدوله بفشل على مدار سنوات, حرمت مش السنة بس, السنة والأكراد والمخلصين والوطنيين من الشيعة, حولت العراق إلى مستنقع من القتال الطائفي. فخلينا نتكلم على ثوابت إن المالكي مرفوض وفي نفس الوقت وسياسته مرفوضة, وفي نفس الوقت الإرهاب مرفوض.